منتخب قنا ومنتخب البحيره تتلعب على نص الملعب، ولكن ترجع مره ثانيه لابراهيم. ابراهيم منتخب قنا بالزي الاصفر طبعا زي ما حضراتكم عارفين، منتخب قنا ومنتخب البحيره بالزي الاحمر. تتلعب على طول طويل مره ثانيه عند محمد عزت. محمد عزت يرجع لمؤمن. مؤمن لمحمد عزت مره ثانيه، جابها نشطه جبهه محمد عزت، ولكن على طول تغطيه من دفاعات البحيره. تتلعب طويله عند سالم، ولكن على طول ابراهيم توصل مره ثانيه. كوره كده رايحه جايه ولعب تعاوني حتى الان في هذه الدقيقه، ولكن توصل في الاخير عند البحيره. ترد مره ثانيه المؤمن. مؤمن ولكن قالشه كده من مؤمن، تطلع كره رامي التماس للبحيره وائل صبحي. هيلعب رامي التماس وائل صبحي. يلعب رامي التماس وائل صبحي، ولكن بيطلعها مره ثانيه منتخب هنا. هتلاقي اي رمي تماس للبحيره قريبه كده من منطقه الجزاء على طول يروح لها مصطفى عبده، بيلعبها طويله مصطفى عبده داخل الصندوق. توصل مره ثانيه سهله عند ابراهيم حارس مرمى فريق منتخب قنا. عاوز يبدا هجمه على طول سريعه، وابدا على طول طويله، ولكن ابراهيم ولكن بيردوها مره ثانيه للبحيره على نص الملعب. ومؤمن مؤمن ولكن خطأ طبعا، ومعاها على طول انذار على طول كابتن محمد ايمن حكم اللقاء على الانذار الاول لمنتخب البحيره. ولكن بقول لكم يمكن يعني اذا كان محمد جاد احمد مصطفى على التنفيذ، احمد مصطفى صاحب الخميس رقم 10 منتخب قنا. احمد مصطفى تعليمات وتوجيهات طبعا كابتن كمال الزين. تتلعب على طول طويله، ولكن بيطلعها من اعلى نقطه. وائل صبحي تطلع كره رامي التماس للبحيره. وائل صبحي كابتن وليد عبد السلام ده. الله الله الله، تطلع على طول. شرفنا بالحضور طبعا كابتن وائل عبد السلام، كابتن وليد عبد السلام حضور طبعا. رامي التماس محمد عزت. محمد عزت يلعب على طول على ناحيه منتخب قنا ويعدي، ولكن خطا من احد البقاع السحريه في الملعب، خطا لمنتخب قنا وانذار كمان ثاني، الانذار الثاني لمنتخب البحيره. ده يدل بقى على ضغط وسيطره منتخب قنا في خلال ال 35 دقيقه اللي اتلعبت حتى الان. كرة من احد البقاع السحريه في الملعب وضربه حره مباشره، وكلام كده من لاعب البحيره لحكم اللقاء كابتن محمد ايمن. هنشوف هيتعاملوا معاها ازاي منتخب قنا اللي هو حتى الان مضيع اكثر من 3 اهداف مؤكده خلال ال 40 دقيقه ال 35 دقيقه اللي اتلعبت. ضربه حره مباشره تتلعب على طول طويله، ولكن اطول من اللازم، ولكن توصل مره ثانيه. لسه الكره مكمله في الملعب، ولكن ترجع لمنتخب البحيره. عاوزين يعملوا هجمه، ولكن برافو حكم اللقاء، برافو حكم اللقاء طبعا كابتن محمد ايمن. ضربه حره مباشره للبحيره. ضربة حرة مباشرة هتتلعب طويلة طبعا البحيرة. تتلعب طويلة، ولكن بيرد ابراهيم مدافع قنا. توصل على نص الملعب
مؤمن جادي عاوز يعدي جاد ولكن ضغط عليه وتطلع الكره رميه تماس لمنتخب قنا. رميه تماس هيلعبها محمد عزت صاحب القميص رقم 12 وسلامات سلامات للاعب البحيره هيطمئن عليه كده كابتن محمد ايمن حكم اللقاء. سلامات ليه قوم يا احمد يلا اهو قوم يا ولا قوم يلا ولا راجل يلا احمد سعيد سلامات لاحمد سعيد اطلع بقى. دي زي ما حضراتكم عارفين طبعا النسخه العشرة لنهائي مراكز الشباب. النسخه الماضيه التاسعة كان الوادي الجديد هو صاحب اللقب والتتويج اللي هو صعد لدور ال 16 الوادي الجديد. رامي التماس لمحافظة لينا هيلعبها محمد عزت صاحب القميص رقم 12 عزت لجاد لمؤمن مؤمن يلعبها ليه محمد وتلعب اوفر على طول طويله حلوه 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 ولكن للثاني مره القائم يتعاطف مع محافظه البحيره. بقول لكم ضاغطين محافظه قنا ومنتخب قنا ولكن القائم بيتعاطف مع محمد امين حارس مرمى البحيره لثاني مره. يعني المره الاولى كانت من قذيفه ولكن المره دي بالهد كده وتزال النتيجه حتى الان 0-0 منتخب قنا ومنتخب البحيره. ولكن الضغط طبعا والاستحواذ واكثر فرصا منتخب قنا لمراكز الشباب. الدور 32 الكل يسعى من النفس ان هو يصعد للدور 16 ويكمل كمان لنهائي النسخه العاشره. مؤمن يلعبها طويله توصل مره ثانيه لدفاعات البحيره ولكن يرد على طول احمد مصطفى. احمد مصطفى لابراهيم. ابراهيم عاوز يعدي ابراهيم ولكن ضاغطين عليه وخطا خطا خطا. محمود شحاته سلامات لمحمود شحاته وسلامات لابراهيم لاعب منتخب هنا ولاعب منتخب البحيره. التعادل 0-0 حتى الان. داخلين على 41 دقيقة من أحداث هذا الشوط والتعادل 0-0. خطأ لمصلحة البحيرة. محمود شحاتة على التنفيذ. محمود شحاتة يلعبها طويلة محمود ولكن يرد من أعلى نقطة إبراهيم مدافع فريق منتخب قنا. توصل مرة ثانية للبحيرة ولكن طالع ابراهيم من اعلى نقطة يمسك كورته حارس مرمى منتخب قنا. ابراهيم عبد الحميد ويبدا هجمة سريعة ولكن توصل انفراد انفراد لقنا ولكن برافو محمد الامين المرة دي. محمد الامين يعني اجادة في هذه اللقطة محمد الامين وينقذ هدف مؤكد لمنتخب قنا ولكن طبعا ضاغطين بقول لكم حتى الان منتخب قنا ولكن دون جدوى والتعادل 0-0 حتى الان. تتلعب على طول اوفر طويل ناحيه عبد الله علي. عبد الله علي يعدي عبد الله علي الفراشه الفراشه عبد الله علي عبد الله علي ولكن رايح فين يا عبد الله وتطلع طبعا وسط دفاعات فريق البحيره اللي بيطلعوها وترجع مره ثانيه لابراهيم عبد الحميد حارس مرمى منتخب قنا. ابراهيم عبد الحميد عبد الله يرجع مره ثانيه ليه عبد الرحمن. عبد الرحمن لمؤمن مؤمن يلعبها ناحيه عبد الرحمن مره ثانيه لمؤمن مؤمن لعبد الرحمن. عبد الرحمن يلعبها مره ثانيه ولكن بيطلعوها دفاع البحيره رامي التماس وشايف التغيير الاول. يعني كابتن منير العلا هيبدا طبعا تغيير مبكر كده لصاحب القميص رقم 8 يوسف هاني. هنشوف على حساب مين يوسف هاني. يوسف هاني وتغيير
تغيير اول لمنتخب البحيره. يوسف هاني صاحب القميص رقم 8، هنشوف مين اللي طالع. 18 احمد سعيد بيخرج وينزل بديل يوسف هاني. تغيير كده من الكابتن منير في الدقيقه 43 من احداث الشوط الاول. التعادل 0-0 حتى الان، منتخب قنا ومنتخب البحيره. ترد على طول الى رامي التماس للبحيره. توصل مره ثانيه وائل صبحي ولكن بيجيبها مره ثانيه. مؤمن يلعبها لمحمد جاد. محمد جاد يلعبها على نص الملعب لعلي عبد الله، ولكن ترد مره ثانيه. يرد على طول عبد الرحمن لعلي، ولكن بيمر اللعب طبعا كابتن محمد ايمن. ادى تحت الفرصه، برافو كابتن محمد ايمن. يعني ترجع مرة ثانية لابراهيم عبد الحميد. ابراهيم احمد محمد جاد عبد الرحمن. تتلعب طويلة عند ابراهيم ولكن بيرد على طول من اعلى نقطة دفاعات البحيرة. عندك عبد الرحمن عاوز يعدي، ولكن اثنين ضاغطين عليه كده. وتتلعب حلوة لابراهيم، ابراهيم يعدي ولكن اطول من لازم. برافو محمد الامين حارس المرمى، برافو محمد الامين حارس مميز. يمكن انقذ انفراد محمد الامين حارس مرمى البحيره. محمد عامر ترد مره ثانيه عند ابراهيم عبد الحميد العبها طويله على طول. احمد مصطفى على نص الملعب، ولكن توصل مره ثانيه ليوسف هاني. يوسف هاني وخطا لمصلحه البحيره. يوسف هاني وسلامات. ايمن ابن شريف يلا 43 دقيقة على أحداث الشوط الأول. التعادل 0-0 وسلامات لمصطفى عبده لاعب البحيرة. التعادل 0-0 حتى الآن، منتخب قنا ومنتخب البحيرة في الدور 32 لنهائي مراكز الشباب في النسخة العاشرة. ولكن مجمل ال 43 دقيقة يعني شفنا يمكن أكثر من هجمة لمنتخب قنا، ومنهم اثنين انفراد بمحمد أمين تعامل معاهم بشكل جيد، والقائم تعاطف معاه كمان في كورتين. ده بالنسبة لمنتخب قنا منتخب البحيرة. وألف سلامة طبعا، سلامات بنتمنى طبعا السلامة لكل سلامات لمصطفى عبده لاعب البحيرة. بنتمنى السلامة لكل لاعبتنا طبعا. مصطفى عبده وشايف طبعا نازلين له رجال الإسعاف، سلامات بنطمئن عليه إن شاء الله. مصطفى عبده لاعب البحيرة. لما نبدأ أول ما نبدأ